أنت تفكر كثيرا عزيزي برج الدلو، تفكر والحبيب كذلك. أرى أن طاقتكما متشابهة، الحبيب يعيش حزين هنا وأنت تعيش حزين هناك. ربما هناك طرف آخر، ربما هذه المعاناة قد تكون توأم الروح والشعلة، لا أدري، لنواصل القراءة. لكن هنا أرى تفكير مستمر، يحلم بك، يفكر بك، لا ينساك. أنت أجمل شيء رآه في حياته. ومن جديد الأحلام، يبني معك أحلام جميلة. هذا الحبيب يريد أن يعيش معك، لأن الكرت تتكرر، نفس الكرت، يعني التفكير المستمر، وحتى أنه يحلم بك، وأنت كذلك عزيزي تحلم به، تحلم. هذا الله، هذا الحبيب، ما هذا؟ هنا واحد الشغف كبير، هذا شغف كبير وكبير وقوي، قوي 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 بزاف، لأني تتكرر. لدينا الأمير والملك ديال لا باسيون، واخا النار. هذا الحبيب قد يكون أسد، ذكرت الأسد، قد يكون أسد حمل أو قوس، قد يكون ميزان أو جوزاء أو ميزان أو جوزاء أو دلو مثلك، يعني هوائي، واخا. كذلك أرى هنا طاقات مائية وترابية، واخا موجودة كل الأبراج عزيزي، لكن المهيمنة هي النارية والهوائية، لكن موجودة كل الأبراج. الله عزيزي برج الدلو، الدلو، أنت رغم هذه المعاناة العاطفية وهذا التفكير المستمر، الحبيب هو في نفس المستوى، بحال 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 بحال. هذا الحبيب يشعر بنفس الشيء، يشعر بنفس الشيء. أراك أنت يعني تغرق في هذه الأحزان، وأنا أرى طاقتك هذا الشهر الخير، الرزق، العمل، واخا. ستفتح لك كل هذه الأبواب، واخا، كل هذه الفرص، عمل، رزق، حتى الحب، واخا رغم المعاناة. دابا غادي نهضروا على هذا، على العاطفة فقط، سأركز على طاقتك. واخا أنت عزيزي ربما لا ترى هذه الفرص، لكن أنت لديك مفتاح سحري وذهبي، ويمكنك فتح هذه الأبواب، ليست باب واحدة بل أبواب كثيرة ذهبية، حب ورزق وفرح وفرص كثيرة وعمل وكل شيء. واخا أرى هنا كارتات جميلة، وأنت أحلام ولديك يعني فرص يعني كثيرة. أرى هنا رزق واسع وفرص كثيرة، رغم أنك تعاني بسبب الحب. قد يكون هذا حب في السر، قد يكون هناك طرف آخر، لكن أنا أرى هنا واحد، أرى هنا الكثير الكثير من الجاذبية، جاذبية قوية، نارية، بركانية. هذا الحبيب يشتاق إليك، يشتاق إليك كثيرا كثيرا كثيرا، ويحلم بك. حتى أنت تحلم، حتى أنت تحلم، تحلم أشياء. وأنا أقول لك بأن، لأن الكارت الأحلام تتكرر، أن أحلامك، في أحلامك سترى شيء سيقول لك الحقيقة، يعني إشارة سماوية لكن في حلمك، وهذا الحبيب كذلك. لذلك هذا الحبيب سيتحرك، هناك تغيير، سيتحرك هذا الحبيب، سيتحرك، واحد جوج ثلاثة، سيتحرك، هناك طاقة الحركة والحركة السريعة قريبا، صدقوني. هذه ما تقوله الكارت، لا تصدقوني، أنا أقول ما تقوله الكارت. واخا هذه تغيير، يعني بحال البركان كما قلت، يعني البركان يسكت 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 في صمت، وفجأة بوم، يخرج كل ما بداخله، كل هذا النار وكل هذا جهنم التي بداخله. هذا الحبيب سيتصرف مثل البركان تماما. لماذا؟ لأنه يعاني، وربما أنت ابتعدت أو انسحبت قليلا بحزن كبير، لكن أراك انسحبت كثيرا لكي تتركه يفكر ولكي يختار، فربما هناك طرف آخر.
لكن حبيبي هذا الحبيب أنت في عقلي، أنت في عقلي، يعني أنت ملكة عواطفه، ملكة قلبه، يعني تملكين قلبه. وخا قراءة قوية قوية جدا. أنا أطلب منك أن تمسح عقلك وتنظف عقلك من هذا الضجيج الفكري، لأن هناك نشاط فكري مستمر مستمر، لا أنت ولا الحبيب، بجوج بكم تفكرون كثيرا، ولذلك هذه المعاناة، هناك معاناة كذلك، لكن هناك حب جميل، هناك حب جميل جدا. هذه الأفكار ليست سوى أفلام رعب في عقلك أنت وفي عقل الحبيب، تجعلك تعاني. لذلك املأ قلبك وعقلك بهذه، شوفوا كيف يراك الحبيب، املأ قلبك بهذه الأشياء الجميلة. شوفوا يعني ماذا في حياتك، رزق واسع، رزق فيما يخص ليس فقط المادي، بل رزق عاطفي واسع كبير بزاف. وخف السرعة، هذه تتكلم عن السرعة، هذا الحبيب قريبا سيتصل أو سيأتي، لكن أرى هنا كرت السرعة تتكرر، كرت السرعة. وخا أرى أنا أزهار وورود في حياتك، فلماذا لا تملأ عقلك بهذه اللوحات الجميلة، بهذه الألوان الجميلة، بهذه الشمس التي تبتسم لك كل يوم كل صباح وتقول لك صباح الخير يا جميل. هذا الحبيب أرى ربما أنت طرشتيه، مش طرشتيه يعني صفعة، أعطيته صفحة، صفعة روحية. نحن ناس سلميون وناس طيبة وروحانيون، نحن نمارس الحب، لا نمارس نمارس المحبة والسلام، نعم نمارس الحب والمحبة، نعم ليش يعني لم أقل شيء خطأ أو غلط، نمارس المحبة والسلام. نحن في كوسميك لوف عائلة سلمية، وخا نمارس المحبة والسلام، لكن أنت صفعت الحبيب بطريقة روحية، انسحبت لأنك احترمت حياته، احترمت قراره وانسحبت. وهذا الحبيب دابا كيموت ويحترق، وماذا سيحدث؟ لأنه يشتاق إليك، لا أدري كيف أصفه، ليس هناك كلمات لأصف لكم هذا الشغف الكبير. أخا تتكرر، والشغف ينمو لدينا، الأمير والملك ينمو كل يوم، ينمو، وماذا سيحدث؟ حركة سريعة هذا الحبيب، وتكرر تتكرر كنت أثر لما كنشوف كل هذه القوة وكل هذه العاطفة وهذا الشغف وهذا اللهف. هذا الحبيب سيتحرك، سيتحرك، وخا لأنك أنت كما قلت تملك ملكة قلبه، تملك قلبه وملكة حياته. وخا أنت ربما يعني ابتعدت قليلا كما قلت، وربما كنت تحتاج لتنفس هواء نقي وجديد، لأن هذه العلاقة صعبة جدا، صعبة جدا، أن هناك الكثير الكثير من المعاناة. لكن حبيبي نحن نتكلم هنا عن توأم الروح وتوأم الشعلة، لأن هناك كارتات روحانية، وخا لأن هنا جاذبية غير عادية، جاذبية قوية قوية بزاف، قوية بزاف. وهذا الحبيب سيتحرك قريبا، لأنها هذه كارتة سريعة، كارت السرعة. وخا قلت أنك أنت انسحبت لكي ترتاح قليلا وتبحث عن سلامك، لأن هذه العلاقة تخفض ذبذباتك، وأنت شخص في الحقيقة متفائل وسعيد بزاف، وخا أنت سعيد دائما حتى في الأيام الغائمة والرمادية. هذا الحبيب ربما في البداية لن يصدق أنك انسحبت قليلا في البداية، لكن سيرى أنك الآن أنت صارم، وهذا ما سيجعله يحترق ويتحرك كالمجنون، وخا ويكبر هذا الشغف، يكبر هذا الاشتياق الشوق، وسيتحرك.
وسيأتي. هذه كرت السرعة، لأنه يحبك، لأنك أنت عالمه، وهذه الطاقة الهدى الميزان، يعني التوازن، التوازن السماوي والعدالة السماوية ستتحقق. أنا أراك أنك تصرفت بحكمة، تصرفت بحكمة، وبفضل هذه الحكمة أنت قوي، وتصرفت بحكمة وانصرفت أو ابتعدت، وهذا الحبيب يكبر الشوق، يكبر هذا الشغف الكبير. التي خلوني نزيد، نعم هناك ربما حتى طرف آخر، ربما هناك طرف آخر وتتكرر هذا، لكن لا تخف، تتكرر هذه كانت تريد أن تتكلم كذلك، خلوها تتكرر الطاقة، يعني أنت لا تخاف، لأن ما ينتظرك شيء جميل، وخ هذا الحكم السماوي. ربما هناك طرف آخر، لذلك هذه المعاناة، ولذلك أنت يعني ابتعد، أن هناك طرف آخر. قلت أن هذا الحبيب لن يصدق في البداية أنك ابتعد، وفقط أن هذا غضب وزعل منك، يعني شيء عادي، وأن قريبا ستعود وستبتسم له من جديد، وتهدي له حنانك ورقتك وروحك الملائكية، يعني بحال ديما. أنا أرى أن أنت بالنسبة لهذا الحبيب، أنت شوفوا، أنت وردة، أنت وردة في رمال صحرائه، يعني أنت كنز عظيم. شوفوا كيف يراك، يعني هناك كارتة قوية بزاف وروحانية، ربما هذا توأم الروح أو توأم الشعلة، وحتى لكن هذه تصر أن ربما هو حب في السر، يحبك في السر، إما لا يبوح بهذا الحب، أو ربما علاقة سرية، وهي علاقة صعبة، صعبة جدا. هذا الحبيب يحبك، هذا الحبيب كما قلت سيتحرك، أنا أرى أن تتكرر أنه سيتحرك، سيتحرك بسرعة، بسرعة. هذا يحبك بجنون، وسيتصرف كالمجنون، سيأتي، لأنه هو أحيانا غير واضح، لذلك أنت ابتعدت قليلا وتدير ظهرك للحبيب، لكن هذا